بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نجدد لكم التحية والترحيب من جديد من هنا من أرضية هذا المكان من ميدان الديد لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا من مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكمي إمارة الشارقة على بركة الله وحفظه. ينطلق مشاهدينا الكرام شوطا من الأشواط والشوط 21 وهو يضمن عن مشاركة الإبكار من المسافة 4 كيلومترات، حيث ينطلق هذا الشوط ونسير وإياكم إلى المركز الأول لنتابع الصدارة والبداية. هنا على المركز الأول مشاهدينا الكرام، هنا وزن على المركز الأول سعيد بن خليفة بن نهيلة الاكتبي يتقدم هناك مع وزن على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك القادمة مع ثاني المراكز اللي هي كيف سعيد بن مهير بالصوف الاكتبي يقدم كيف في شوط الكمية والكيف. المركز الثالث القادمة جدال محمد بن سلطان بن شاهين العواني على المركز الثالث ورابع المراكز. القادمة تم سالم بن خلفان بن علي الخاصوني الاكتبي على المركز الرابع. أما المركز الخامس فالقادمة هناك مشاهدين الكرام اللي هي مبشرة سالم بن محمد بن راشد بن محمد الخاطري مع خامس المراكز لهذا الشوط المنطلق وسادس المراكز القادمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الوصول الذي بدأ من مذيار سلطان بن خليفة بن خميس الشامسي من يقود مذيار على المستوى المركز السادس لهذا الشوط. يا سلام، هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام المنطلقة والمذاعة لحضرات الجميع في هذا التحدي والانطلاق المميز. نعود وإياكم إلى الصدارة، نستكمل المركز الأول هناك لكي نوافيكم بتفاصيل هذا الشوط. هنا وزن عودة إلى وزن تحتل المركز الأول سعيد بن خليفة بن نهيل الاكتبي يدفع باسم وزن مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك المنطلق مع المركز الأول في هذا التحدي والانطلاق القوية والرائع. المركز الثاني هنا كار الوصول، هنا القادمة مع المركز الثاني وصول وقدوم بهذا التحدي من وبرة علي بن حمود بن صغير بن حمود الجنيبي قادما بكل قوة مع انطلاقة وبرة من تحتل المركز الثاني في هذا التحدي. المركز الثالث هنا مع ثالث المراكز الوصول من ضوة محمد بن راشد بن سعيد بن عبيد الطنيجي مع المركز الثالث ورابع المراكز. هنا القدوم مشاهدينا الكرام من مبشرة بشعار سالم بن محمد بن راشد بن محمد الخاطري على المركز الثالث ورابع المراكز. مذيار سلطان بن خليفة بن خميس الشامسي على المركز الرابع وخامس المراكز. أتابع جدال محمد بن سلطان بن شاهين العواني ياتي باسم جدال مشاركا باسم جدال على المركز الخامس لهذا الشوط. ولكن هنا نعود الى البداية، نعود الى الصدارة، الى المركز الاول، الى التحديات القوية. يا سلام يا سلام، هذه وزن وزن على الصدارة على مقدمة الشوط والمركز الاول بهذا التحدي. سعيد بن خليفة بن نهيلة الاكتبي هناك بدأ ينطلق مع التحديات الأولى لمسار هذا الشوط. يقدم لنا وزن يتابع انطلاقة وزن على المركز الأول سعيد بن خليفة بن نهيلة الاكتبي، ولكن التحدي هنا مع المركز الثاني القادمة وبرة.
هنا وبرة مع المركز الثاني علي بن حمود بن صغير بن حمود الجنيبي قادما بكل قوة يقترب هنا مع انطلاقة وزن في هذا الشوط وبهذه المنافسة. هنا على المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام الشانية رقيطة بن سيف الغفلي قادما هنا مع انطلاقة الشاهنية على المستوى المركز الثاني في هذا الشوط. المركز الثالث القادمة اللي هي جدال محمد بن سلطان بن شاهين العواني بدأ يغير يتسلل بطريقة إلى المركز الثاني مع انطلاقة جدال لهذا الشوط والستمائة متر الأخيرة الستمائة متر النهائية تفصلنا عن الفوز عن الناموس في هذا الانطلاق القوي في هذا التحدي الجميل. يا سلام هنا نعود إلى البداية نتابع وزن هنا وزن مع المركز الأول في هذا الانطلاق سعيد بن خليفة بن نهيلة الكتبي يقدم وزن حتى هذه اللحظات مع المركز الأول مشاركا بهذا التحدي بسيطرة واضحة من قبل انطلاقة وزن على المركز الأول. ولكن جدال قادمة جدال تتحرك حاملة الرقم واحد في المركز الثاني في هذه التحديات القوية. ولكن اللحظات الأخيرة اللحظات النهائية تهانينا تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك وزن ومن قدم لنا وزن سعيد بن خليفة بن نهيل الكتبي. ولكن هنا هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية معنى الفوز المركز الثاني محنا خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري المركز الثالث جدال محمد بن سلطان بن شاهين العواني المركز الرابع. كان الوصول لمشاهدينا الكرام من اللي هي مخلابن محمد بن عتيق بن شامس العامري المركز الخامس. وصلت اللي هي مشكوره لقاسم بن مبارك بن محمد الوهيبي. اذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس الى مالك وزن من انتزعت هي هذا الشوط والى مالكها سعيد بن خليفه بن نهيله الكتبي على هذا الانتصار. وسلام يا الى ميدان اللبسه. الشعر لي ينبع من احساس جزل وفيه الحس ملموس يتداولونه جملة الناس يشلع الطارج ومنكوس. يا مرحبا يا عصبة الراس يا مرحبا ونهب لي كوس. يا مرحبا تعداد نسناس يا مرحبا والبن محموس. حي الذلايا اللي على اساس سب له انعاده وناموس يتنافسن على الدرع والكاس يتزاحمن والروس بالروس يتزاحمن والروس بالروس. الهن عكس ريتمه وجاس فيهن طرب له فرحة انفوس. ما بين جبار ومياس وشاهين لي عالثين يدوس يمرمني.